هذه كرة للأمام محاولة لمصلحة منتخبنا الوطني. عبد العزيز، عبد العزيز المقبالي بشكل ممتاز هيأها الآن منتخبنا الوطني، هذه فرصة. أوه جول 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 جول، هدف لمصلحة منتخبنا الوطني يأتي الآن بعد مرور 7 دقائق على بداية شوط المباراة الأول. يتمكن منتخبنا الوطني من افتتاح مجال التسجيل لكي تفرح الجماهير الموجودة هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر. هدف كنا نتمنى أن يكون مع بداية الشوط الأول، لكنه أتى الآن مع بداية شوط المباراة الثاني من جانب اللاعب حارب السعدي في أول مباراة دورية له رسميا في تاريخ حارب السعدي، يسجل هدف مهم جدا. أو أحمد كانوا في اللقطة الماضية يبدو يلاحظ الكرة الأخيرة، استقبال ممتاز كان من جانب عبد العزيز المقبالي، لم الكرة بشكل رائع جدا وضعها بهذه الطريقة. التسديدة كانت سهلة من جانب قاسم سعيد، التسديدة الأولى بعد ذلك الكرة التي مرت من أمام المدافع لم يكن من خلالها الرايع حاضر أحمد كانو الذي سجل في مرمى المنتخب الهندي، يسجل اليوم في مرمى منتخب غوام هدف في غاية الأهمية، هدف أتى في وقته بصراحة كنا نحتاج إليه. برافو أحمد كانو في اللقطة الماضية بشكل ممتاز جدا. منتخبنا الوطني يتقدم الآن في شوط المباراة الثاني. هذه تسديدة قاسم سعيد، في شك طبعا بوجود راية كانت على حمد الحبسي، لكن طبعا